ده يا جماعة الريسيفر دوت جالنا صيانة. الريسيفر دوت مش شغال تردد قناة المجد ولا شغال على اي قناة بتشتغل بتردد هوريزنتال اللي هو العمودي. يعني لو جيت قلبت كده برضو هيقول لي لا يوجد اشارة، برغم ان انا موصل هنا دي هي الاشارة، بس هنيجي على الشاشة مش هيديك اي اشارة. بس لو جيت على اي تردد فيرتيكال هتلاقيه يشتغل معاك. يعني لحظة واحدة اجيب لكم تردد فيرتيكال كده سريعا، هلاقيه زي ما احنا شايفين كده مثلا قناة كراميش. طبعا انا عامل ميوت للصوت فهتلاقيه شغال معانا. فالمشكلة ديت ازاي نحلها؟ ده اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي. السلام عليكم. طبعا الريسيفر دوت معالج عالي اللي هو اللي مش عارف شكله، يعني ده نوع المعالج بتاعه او نوع البروسيسور اسمه معالج عالي. طبعا في ناس او بعض الناس بتتسرع جدا وتروح تجري تغير اي سي الاشارة، والكلام دوت غلط. يعني انت حضرتك كل المطلوب منك بتجيب الافو بتاعك على وضع الدي سي على ال 20 فولت وبتوصل الادابتور بتاعك عليه. طبعا الادابتور دوت لازم هنا يديك 12 فولت على الافو. يعني لما اجي هنا احط مقاس الارضي علينا كده وهدخل اقيس الفولت لازم يديني هنا 12 فولت. ان شاء الله يكون الشغل واضح. ادي كده 12 فولت، كده انا الادابتور بتاعي سليم. تاني حاجه وصل الادابتور بتاعك على باور عادي مفيش ادنى مشكله، وخد فولتات الاي سي الاشاره. طبعا احنا هنوضح الفولتات دي برده في المونتاج، وكنا عملنا فيديو في الموضوع دوت قبل كده. باخد المقاس الاسود دوت على اي مكان في الارضي زي مثلا هنا على التونر. نركز هنا مع بعض. طبعا اي سي الاشاره بيبقى عندي فيه دليل، يبقى عندك هنا في نقطه الدليل اول مخرج المفروض يبقى معايا 12 فولت. ادي كده 12 فولت تمام كده طالعين سولار. الفولت اللي بعده بيطلع معايا 14 اللي هي الرجل اللي بعتها، هنا 15 برضه تمام شغال. وتركته مهمه جدا، تعالى كده هنا على مدخل التونر دوت اللي هي السيركل في النص ديت هتلاقي مديك 14 فولت. كده انا بنسبه كبيره 90% هيصير الاشاره بتاعي سليمه وما فيش ادنى مشكله. امال المشكله في ايه؟ المشكله خد بقى حته الزبادي مني وافتكرني كل لما تعملها، يعني للناس اللي هي شغاله في الصيانه. بيكون عندي هنا في مكثف قيمته 100 على 35 فولت. المكثف دوت غيره يا فندم، ده بيكسر اشاره. العده لما يجي لك اعرف ان مكثف دوت لازم يتغير. وفي الريسيفرات الاتش دي الميني طبعا ده ريسيفر جالنا صيانه، سيبك من شكله هو صاحبه دلع عليه مش عارف شغله دلع عليه ايه. المهم بيبقوا المكثفين اللي هم في ظهر التونر دول وبيبقوا قيمتهم القيمه بتاعتهم 100 على 16. هنا في معالج عالي هتلاقي القيمه بتاعته 100 على 35 فولت. هتشيل المكثف دوت وهتحط لي مكثف 150 او لو نفس القيمه ماشي، بس الافضل هاته 150 ونركب ونشوف المشكله هتتحل معانا ولا لا. طبعا انا مش موضوع بجري بالفيديو ولا حاجه، انا بس بديك المعلومه على السريع لان انا شرحت قبل كده اي سي الاشاره دوت في فيديوهات ثانيه، تقدر تراجع الفيديو من صندوق الوصف. فهبدا اغير كده المكثف دوت سريعا مع بعض ونشوف هل المشكله هتتحل ولا لا. طبعا بفصل الباور بتاعي خلاص. كده انا شلت المكثف اهو وهبدا ان انا احط المكثف اللي هو قيمته 150. طبعا في ناس هنا هتسال سؤال غريب شويه، يعني او مش غريب هو حقهم، هيقولوا انت ليه بتلحم من الوش يعني ليه مش من الظهر؟ لان غالبا الريسيفر ده شكله متساين قبل كده وفي رجل طايره من على البورده اللي هي الرجل اللي يعني. فانا مضطر ان انا الحمه من على الوش يعني. خلاص هحط قيمه المكثف، هحط المكثف اللي احنا اتفقنا عليه. طبعا المكثف ده بيبقى ليه اتجاه يا جماعه، هنا اتجاه سالب وموجب، بتلاقي هنا مرسوم على البورده الجزء اللي هو المشرشر ده بمعناه ان هو السالب. ماشي يا جماعه انا كده ركبت المكثف اهو. طبعا انا ليه بميله كده؟ عشان خاطر ده مش مكثف بتاعه القديم، فانا بسيبه برجلي طويله بحيث ان انا ايه عشان يقفل معايا مفيش ادنى مشكله. تعالوا بقى نوصله ونشوف الموضوع هيوصل معايا على ايه. ادي يا جماعه انا كده وصلت الريسيفر اهوت الوصلات بتاعته.
خلاص كل حاجة بالمكثف اللي انا قلت عليه اللي هو قيمته 100 على 50 فولت. خلاص تعالوا بقى نروح للشاشة. طبعا احنا مش هنعرض قوي عشان هقول بس الطبع والنشر. هنجيب كده ادي قناة، طبعا كل دوت فتح معانا ما كانش بيفتح. خلاص نجيب كده قناة المجد، ادي المجد هي اشتغلت معايا ومفيش ادنى مشكلة. بكده اكون انتهيت من موضوع النهاردة. بتمنى طبعا يا حضرات التفاعل بشكل اقوى من كده، على الاقل في حالة لو حسيت ان انت بتستفيد من المحتوى اللي انا بقدمه لك. اشكركم جدا والسلام عليكم.